العمل لإعداد طبق الكاهي يحتاج إلى وقت طويل نسبياً ليكون جاهزاً، فالطباخ عليه أن يستعد في وقت مبكر منذ الرابعة صباحاً حتى يبدأ العمل بإعداد وجبة الفطور، إذ يبدأ أصحاب الأفران وعمالهم بتحضير عجينة الكاهي في أفران خاصة وإعداد الشيرة، وهي عبارة عن سكر منقوع بالماء الساخن، ما يمنح الكاهي حين يسكب عليه وهو ساخن رائحة وطعم، خصوصاً عندما يقدم مع الجيمر الذي يسمى لدى العراقيين جيمر العرب. ويعد طبق الكاهي والجيمر أحد أبرز وجبات الإفطار الصباحي في المناسبات مثل الأعياد والإجازات، ويطلق عليه أحياناً فطور العرسان، وهو الفطور المفضل للبغداديين وفي أكثر المحافظات العراقية.